وقت اللي كتبت دوري غسان نقيته إلك، يعني أنت دايماً شخصياتك، إذا ما بدي إذن ما أقول كلها، بس أغلبها الشب المراوغ اللي بلف وبيدور اللي بيكذب ما له صادق نهائياً. كاتب دور غسان لي. ما أنت كنت كاتبه إلك؟ كنت كاتبه لحدة تاني؟ كان كاتبه لمحمد أوسو دور غسان، وأنا ما كان لي دور المسلسل. إيه طب ليش عطيت حالك هذا الدور؟ اعتذر محمد أوسو قبل بيومين من التصوير. طيب فدق لي اياد نحاس وقال لي طلال في مشكله، واعتذر محمد اوسو الساعه 21 بالليل. بس يعني لبسك لبس الدور، عرفت؟ بيوم بس، ولاني انا كاتبه قدرت اني لو انه مثلا ممثل بده يجي يعمل دور كان بده وقت كتير طويل لحتى، فهذا كان وجهة نظري. غير الشخصيات بتحس انه هو هي الشخصيه هي اللي قلبتك، يعني صاروا مثلا كتير ياخذوك انه لهذا الشخص هيك الملعب المشكلجي اللي ماله كتير. هلا لا انا عامل كثير شخصيات، هي مش كأنه يعني انت شايفة بجوز غسان وسالم، بس انا عامل ايوب بخاتون، شخص ما بيبتسم، عامل ببلاك ليست ادم اللي هو زعيم مافيا، عامل بحين رأت شخص جدا سيء يعني وذو طباع نزقة بما معناه، فلا عامل كثير. ما انا الحمد لله طالع من مرحلة القلبة، يعني مثل ما عم تقولي انه انه لا هذا ما لا، بس انا عم اقول انه هو في شيء من شخصيته، بس غسان وسالم مش مع بعض تماما، كثير مش مع بعض. فبالتالي انت دغري هلا اخر مسلسل واول مسلسل جمعتيهم مع بعض، بس انا عامل صار لي 11 سنه عم بمثل، يعني كان فيه شيء يعني لمس شخصيتك حتى وقت اللي كنت كاتب. لا لا انا مش باني تمام، وقت اللي كنت كاتب قصه غسان انه هو بيكون شخص كتير مثلا كذاب وهيك ملعب، بس بعدين بيصير ممثل. يعني كان مثلا فيك تحطه انه هو شخص مثلا بيحب تقليد الشخصيات، كان انه ليه هي الشخصيه انتقلت من هيك لانه لهيك. الفكره انه بلحظه من اللحظات الاستاذ الله يرحمه الله يتغمده برحمته الاستاذ شادي زيدان بقلب المسلسل بيقول له انه انت لازم تكون فنان، انه حرام انت قنعتني، يعني انت وانت عم تعمل هي القصة فقنعتني، فانت روح نمي هذا الخيال اللي عندك بشيء مفيد. تمام، فهي بتعجبه وهي الفكرة، مو لانه انا قصة حياتي. لا هو فات على المعهد العالي في المسرحية، انا ما فات على المعهد العالي في المسرحية. انا والله العظيم ما كان غسان اللي انا بدي ألعب، يعني ما كنت بدي اعمل دور. قال لي قبل بيوم اياد نحاس، قال لي طلال كذا كذا وانت الكاتب المسلسل وانت قدران تعمله، انا بعرف ان انت بتمثل فبالتالي بدك تعمل، ما عندنا حل. تمام، وفت عملته. فيعني ما في اي شيء انه هي قصه بشباني، بس هو بشباني انا كنت فوت كذب على الاساتذه، قلت لك انا فقت الصبح عندي فيها مشكله، بعمري ما فقت الصبح، فانا الحصه الاولى ما بعرف عنها شيء. تمام، يعني ولا مره بعرف كيف بيفوتوا على الصف بيقعدوا بالمقاعد بالحصه الاولى، دائما بيجي يا بالثاني يا بنص الاولى.